أهلا بحضراتكم. طيب، كنا اتكلمنا عن المادة 8 بتقول إن اللائحة التنفيذية تحدد اللائحة الآتي، يعني المادة 8 من نظام المحاكم التجارية الجديد بتكلم عن إيه الحاجات اللي اللائحة هتحددها، اللائحة التنفيذية للقانون ده. من ضمنها إجراءات المصالحة الوساطة، واتكلمنا عن المصالحة الوساطة. الحاجة الثانية إجراءات الدعوة الجماعية. يقول لك إجراءات الدعوة الجماعية على أن تتضمن تحديدها وإجراءاتها وإجراءات نظرها والحكم فيها. دي حاجة جديدة على النظام القضائي السعودي، حاجة اسمها الدعوة الجماعية. يمكن كانت موجودة أمام اللجان مش أمام القضاء. أمام اللجان في لجان الفصل ونزاعة الأوراق المالية. بالمناسبة الأوراق المالية ما هياش الأوراق التجارية. الأوراق المالية اللي هي الأسهم، الشركات اللي هي البورصة اللي هي سوق المال، أسهم سوق المال والتداول، سندات التداول. لكن الأوراق التجارية الكمبيالة والشيك والسند لأمر، ده بنص المادة 3 من نظام الأوراق المالية رقم 130 صادر مرسوم الملك 130 في 6/2/2024 اللي هو 31/7/2003. يقول لك لا تعد أوراق مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي يتداولها البنوك. أما المادة 2 بقى بتقول لك إيه هي الأوراق المالية، أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول، أدوات الدين القابلة للتداول، وحدات الاستثمارية وصناديق الاستثمار. المهم حكاية الدعوة الجماعية، الدعوة الجماعية كانت موجودة قدام اللجنة دي، قدام لجان الأوراق المالية دي. حكاية الدعوة الجماعية دي، الدعوة الجماعية دي مجموعة من المدعين بتربطهم ببعض، هيرفعوا قضية على مدعي عليه، بتربطهم ببعض سند قانوني، سند نظامي مشابه متشابه مع بعضه، مصلحة قائمة أو محتملة متشابهة مع بعضها. يعني زي ما بتقول لك كده إيه، محل وسبب الدعوة متشابهين. مجموعة من الناس، أديك مثال، الدعاوى اللي هي جماعة المساهمات. يجي يقول لك إيه، أنا هديك مبلغ قد كده وأنت عشان هدخل معاك في المشروع الفلاني، بس مش هنعمل عقد ولا بتاع، هو مساهمات. ويلم مساهمات ويلم من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، هما ما يعرفوش بعض، الناس دي مختلفين. فيجوا ويطلع الراجل دوت لا ما خسر او في اي مشكله وما ردلهمش فلوسهم، فيجوا مجموعه دول بقى المدعين دول اللي قدموا المساهمات يشتركوا مع بعض في دعوه واحده اسمها دعوه جماعيه، ويرفعوها على الراجل ده المدعي عليه، ويقوم حاجه واحد بقى اسمه المدعي الاصلي وجماعه المدعين. هيبقى في بقى عده مراكز قانونيه، هيبقى في المدعي الرئيسي، مش الاصلي اسف، المدعي الرئيسي ومجموعة المدعين اللي يعني هتبقى اسمها دعوة جماعية والمدعي، وهيبقى بيمثلهم اللي هو المدعي الرئيسي دوت واحد، يعني هو اللي عارف مصالحهم، هو اللي يقدر عنده المهارة والإمكانيات و وهو اللي هيشتغل، ويقدروا المدعين يعزلوه ويجيبوا مدعي تاني رئيسي، وأكيد هيبقى فيها إجراءات هتحددها اللائحة. المهم إن لازم دعواهم تكون مشتركة مع بعض. يعني مشتركة؟ يعني تكون سندهم القانوني واحد او متشابه، مش واحد، متشابه، مثلا متشابه. يعني الدعاوى الجماعيه اللي كانت قدام لجنه الاوراق الماليه بتقول لك ان هم يكونوا متشابهين، فاكيد اللائحه هتمشي على نفس المنوال او على نفس النمط وهنشوفها. لكن احنا بناخد بصوره عامه يعني ايه الدعوه الجماعيه. يكون محل الدعوه وسبب الدعوه متشابه. بصوا يا جماعه، في فرق ما بين محل الدعوه وسبب الدعوه. محل الدعوه انت تقدر تغير سبب الدعوه لكن ما تقدرش تغير محلها. يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك مثلا انا ارفع واحد يرفع دعوه على اخوه مثلا بانهم مختلفين على عقار، ويقول له انا العماره دي او المصنع دوت بتاعي وهو عاوز العقار دوت. فسبب الدعوه ايه؟ الميراث، ان انا ورثته من مورثنا. يعني انا رافع دعوه على اخويا مثلا وبقول له انا عايز العقار دوت، ليه؟ عشان انا ورثته من مورثنا، ده يدخل في حصتي. اكتشف بعد كده مثلا ان والدنا كان بيعهولي، فاقوم ايه؟ اغير هنا بقى محل الدعوه ولا سببها؟ لا سببها، انا بطالب بذات العقار بس مش لانه بالميراث، لانه شراء. والدنا بعهولي، فبقول له هو ملكي لان ابوك بعهولي.
مش هو ملكي لان ابوك ورثه لي، يبقى انا كده غيرت سبب الدعوه، لكن محل الدعوه هو العقار تاني. واضح؟ فده الفرق ما بين محل الدعوه وسبب الدعوه، غير محل العقد وسبب العقد حاجه تانية هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله. اذا محل الدعوه وسبب الدعوه متشابهه، قد تكون جائز انها تكون مساله من مسائل الدعوه الجماعيه، والسند القانوني يكون من مسائل الدعوه الجماعيه، وممكن تكون الدعوه الجماعيه دي لمصلحه حل او محتمله. يعني مثلا ايه، الراجل قال انا هسدد لك المساهمات دي في شهر يناير، والتاني هسددها لك في شهر اتنين، والتالت هسددها لك في شهر تلاتة. ما سددش للاولاني ولا للتاني ولا التالت، بس المساهم رقم 10 لسه معاد السداد في شهر 10، فهو لسه هيرفع دعوة من شهر 6 ليه، وهو لسه شهر 10 ما جاش، بس ينضم للجماعة بتوع الدعوة الجماعية، لأنه خلاص قطع عن الراجل مفلس ومعهوش، أو الراجل رافعين عليه دعوة ومش هيسدد لي، فأنا مصلحتي محتملة إن هيحل سند الدين بتاعي وإن أنا أرفع. دي كلها حاجات قد تكون مختلفة عن الدعوة العادية اللي احنا نعرفها، انك انت عشان ترفع الدعوة لابد ان يكون مصلحة حالة ومحققة وكل المسائل، واستثناء في المصالح الاحتمالية اللي هي زي دعاوى وقف الاعمال الجديدة وما شابه، دي حاجة تانية. فاحنا لسه منتظرين اللائحة عشان تقول لنا ايه هي الدعوة الجماعية وايه هي اجراءات الدعوة الجماعية، ولكن احنا بنتكلم بصورة عامة ان هيبقى في حاجة اسمها الدعوة الجماعية، هي مجموعة من الناس بيرفعوا دعوة على شخص معين، هي دعوة واحدة اللي بيرفعوها على شخص معين، هيطلع فيها حكم واحد، كلهم هيستفيدوا من هذا الحكم، إجراءات واحدة، كلهم مستفيدين من هذه الإجراءات، واحد بس هو مدعي رئيسي، هو اللي هيباشر هذه الإجراءات باسم الناس دول، هو مش وكيل، خد بالك هو مش وكيل عنهم، هو ممثل ليهم، في فرق ما بين الوكالة وتمثيل المدعي الرئيسي في الدعوة الجماعية، لأن الوكيل لو قلنا محامي واحد عن العشرة، لو طلع الحكم هو المحامي ملوش دعوة، هو ممثل إجرائي، يعني هو الراجل ملوش دعوة، الحكم لا يسري في مواجهته. أو إذا كان ممثل، يعني مثلا إيه، في فرق ما بين الوكيل والممثل، الوكيل والممثل الإجرائي، الوكيل هو المحامي اللي بيروح يرفع دعوة باسمك، لما يطلع الحكم الأصيل هو اللي بيستفيد، مش المحامي هو اللي بيستفيد، يعني الحكم المحامي مش هياخد الفلوس اللي اتحكم بيها، هو هياخد اتعاب وعقد المحاماه، ده موضوع تاني. او في الممثل الاجرائي، الممثل الاجرائي زي ايه مثلا؟ زي مثلا واحد قاصر فعايزين نرفع له دعوه، مين يرفع الدعوه؟ الولي بتاعه. دي قصه ثانيه برضه، لو طلع الحكم الولي مش هو اللي مستفيد، القاصر هو اللي مستفيد. اما المدعي الرئيسي في الدعوه الجماعيه لا مستفيد، لان هو مدعي. يعني لما هيطلع الحكم هو ليه نصيبه وليه حصته وهيستفيد زيه زيهم. واخد بال حضرتك، بس هو ايه، هو اللي بيسير الاجراءات باسمه وباسم مين، وباسم المدعين في الدعوه الجماعيه. تقول لي واحد يجي يرد عليا يقول لي لا، طب ايه الفرق بينها وما بين الادخال والتدخل؟ ما هو في حاجه اسمها التدخل الانضمامي. التدخل الانضمامي اللي هو ايه، اللي هو واحد يرفع الدعوه او انا اتدخل في الدعوه واقول انا عاوز يتحكم لي بنفس الطلبات، انا بنضم اليه في طلباته. ماشي، هو في تدخل انضمامي، بس في حاجه، المدعي الاصلي والمدعي المتدخل في فرق بينهم، هم شخصياتهم مختلفه، او بمعنى ادق الاجراء اللي هيعمله المدعي الاصلي مش هيتاثر بيه، لازم لو في اجراء معين لازم يحصل، يعني مثلا صدر الحكم، تمام؟ طيب المدعي الاصلي هيستأنف، والمتدخل ما استأنفش، هو لن يستفيد، ما هو لازم يعمل اجراء الاستئناف هو كمان باسمه. واخد بال حضرتك؟ فهي دي هيبقى الاجراءات، لا الاجراءات فيها اختلاف. لكن ممكن يقول لك انا بنضم بالطلبات، يعني ايه بنضم؟ يعني زي ما تتحكم له انا عاوز يتحكم لي. واخد بال حضرتك؟ لكن افرض المدعي الاصلي في التداخل، يعني افرض المدعي الاصلي ترك الدعوه للشرطه، المدعي المتداخل لا، هو لن تشطب، الراجل حاضر. واضح؟ هتبقى شطبت بالنسبه لمين؟ للراجل اللي هو الاصلي، ما لم تكن الدعوه طبعا يدور معاه وجودا وعدما يعني. طيب فالدعوه الجماعيه هنعرف تفاصيلها، هنعرف كل اجراءاتها لما تصدر اللائحه التنفيذيه لهذه الماده. وكده يبقى خدنا بصوره عامه يعني ايه الدعوه الجماعيه. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم عن الدعاوى اليسيره اللي قالت برضو ان اللائحه هتتكلم. شكرا.
Thank you.